بالنسبة للتعيينات من خارج الإدارة على رأس المسارح العمومية الوطنية والمقصود بها أساسا هما مستشارين والمستشارين الأول بالديوان الوزراء بما في ذلك ديوان السيد رئيس الحكومة وديوان السيد رئيس الجمهورية وديوان السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي وكذلك بدواوين مختلف الوزراء والمكلفين بمهام بكل هذه الدواوين والرؤساء المدراء العامين للمنشآت العمومية معناها دواوين عمومية ومنشآت عمومية وكذلك مدير عامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية هذوما صار منهم كثير من التعيينات من خارج الإدارة وثبت الاتحاد أن 87.12% من هذه التعيينات تمت لفائدة واحد من المنتسبين لأحزاب الترويكا أو موال لأحد هذه الأحزاب ولاء سياسيا تبعا لتصريحاته وريتك أعتقد في قاعدة البيانات اللي عند الاتحاد التونسي المرفق عام وحيد الإدارة وثائق رسمية تبين أو محتوياتها تتضمن أسماء أعضاء حركة النهضة من رشحتهم مثلاً حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر معناها ينجحوا ولي ما نجحوش المترشحين الكل كافة الدوائر بما في ذلك دوائر الخارج وريتك قائمات التعيينات على مستوى الولايات والمعتمدين والرؤساء المدراء العامين والمدير العام والمكلفين بمهام والمستشارين وكذا والآلية بسيطة بمجرد مقارنة القائمتين يخرجون لنا أسامي يتعادوا في القائمتين نتأكدوا أن هؤلاء هما تم تعيينهم على خلفية انتماء حزبي أو ولاء سياسي ومن ثم جاءت النسب والاتحاد التونسي للمرفق العام وحيد الإدارة عمل العينات بصفة موضوعية وقارن هذه القائم وبمجرد مقاطعات علمية بسيطة يتضح أن 87.16% من هذه التعيينات خارج الإدارة على رأس المسارح العمومية سواء الوطنية أو الجوية أو المحلية تمت لفائدة منتمين أو موالين لأحد أحزاب الترويكا وأن أحد أحزاب الترويكا وأن 93% من 87 93 من 87 كان نعتبروا أن جمع التعيينات 100 ثم 87.12 لأحزاب الترويكا من 87 هذوكم ثم 93% معناها حوالي 85% من العينة الكل لفائدة الحزب الأغلبي في الحكم اللي هو حزب حركة النهضة وقد تدعمت هذه النسب ولم تتقلص وهذا بالنسبة للتسميات على رأس المسارح العمومية سواء كانت وطنية مركزية أو جهوية أو محلية مجتمعة فالاتحاد عنده 2184 تسمية من خارج الإدارة على خلفية انتماء حزبي أو ولاء سياسي معناها كل وكاية معناها مستشارين ومستشارين أول ومكلفين بمهام ورؤساء مدراء عامين ومدراء عامين وولات ومعتمدين ومعتمدين أول وعمد ونيابات خصوصية للبلديات هذوما عندنا 2184 إلى حد الساعة ثابتين أنهم تم تعيينهم أما على خلفية انتماء حزبي أو ولاء سياسي اللي لجنة التصرف في انتدابات المتفعين بالعفو التشريعي العام انتدابات المباشرة تبقى للنسب المنصوص عليها بالقانون اللجنة هذه تتكون بقرار خرج قرار يعطيك أعضاء اللجنة ممثلين على الوزارات لكن ما نعرفهمش شكون الأعضاء هذون من هم هؤلاء الأعضاء اثنين هذه اللجنة لم تطلعنا على أي معيار أو مقياس يتم على أساسه انتداب متمتع بالعفو التشريعي العام على مستوى الأولوية في الزمن في الانتداب اثنين على مستوى التعيين وين يعينوه علاش يعينوا فلان مثلا ناخذوا أسامة لوز والسيد حبيب اللوز تم تعيينه في المرحلة الأولى في السكك الحديدية لدرجة جيوب صفاقس ولما جوبها برفض الأعوان والنقابة تم إعادة تعيينه في الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية اللي هو صندوق اجتماعي وأيضا عنده صبغة مالية وأعوان يخلصوا 16.64 شهرية في العام يتمتعوا بقروض بدون فوائد كل عام وعندهم صندوق اجتماعي وعندهم امتيازات ربي يزيدهم يخدموا في خدمة كبيرة تغطية اجتماعية غير أنه مقارنة بالمسارح العمومية الأخرى المسارح العمومية الأخرى بسمي واحد في بلدية كذا دونزان باتلان الحقيقة لا عنده لا وسائل عمل لا ينجم يتنقل لحد شيء طبقا لأي مقياس هذين نحطوه في مؤسسة عندها برشا امتيازات أو منشأة والآخر نحطوه في مصلحة عمومية تفتقر إلى أبسط مقومات العمل وأبسط الإمكانيات وينجم بعد شهرين ثلاث شهور ما عادش ينجم ياخذ شهادته هذا المقياس الأول ما ثماش إذن جملة المقاييس والمعايير التي على أساسها يتم الانتداب والتعيين ماهيش واضحة اللجنة ما نعرفوش أعضاءها شكون
اعطيونا اللجنة شكون وتعطينا المعايير، وهذه المعايير لابد ان تكون مضبوطة مسبقا، وبعد نتفق الساعة في المعايير، وبعد نعمل هذه المعايير في المنتفعين بعد تمحيص ملفاتهم، خاطر عنا زاد المنتفعين، عنا شكون عنده، وهذا هي موسكوب اللي كنتي ميسيرش، عنا شكون عنده شهادة صادرة من الجهات المختصة، شفيه فيها فلان فلاني وحيل على المحكمة أجل كذا الحكم شنو؟ عدم سماع الدعوة، وتم انتدابه على خفية، عدم سماع الدعوة معناها ما هواش متهم، معناها ما تعاقبش، معناها ما نجيبش يكون منتفع بالعفو التشريع العام، وتم انتدابه على خفية العفو التشريع العام كمنتفع. هذا إذن بالنسبة للعفو التشريع العام. ثم إعادة تكوين المسار المهني في العفو التشريع العام جدا يطرح إشكال، باعتبار أنه إعادة تكوين المسار المهني يفترض أن السيد تم تكوين المسار المهني طبقا لما ورد بمشروع رئيس الحكومة، وكأنه الأجدر على مستوى المواظبة والحضور وأداء الوظيف والكفاءة والتميز والمبادرة، وهو مش صحيح لأنه السيد هذا ما يخدمش المنتفع، إذن لا يتنافى ومبدأ أداء الوظيف ومبدأ الشرفية ومبدأ المساواة أمام الطاقية. وكذلك وهذا جدا مهم الحقيقة، هل 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 إعادة تكوين المسار مثلا كما سي الفرجي دي الغمال، ولا معناها خذا أقصى ما يمكن في الرتبة نتاعه وتفقد عام من صالح المالية وهو رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي المالية والتنمية، هل مثلا ناخذ كمثال لأنه مشهور وتداوله الإعلام، معناها ما عندناش مشكل مع شخصه في الأخير كله هو زميل لوزارة المالية، إنما هذا أثار كثير من الإمتعاض وكثير من التململ والإحتقار. هذه التعيينات في هذا الظرف الانتقالي الحساس تمثل خطرا على الانتخابات وخطرا على حياد الإدارة والمرافق العمومية، باعتبار أن المرافق العمومية والإدارة تمارس سلطة يومية متواصلة وتلقائية على المواطن دون تدخل الدائرة السياسية، وإذا كانت هذه الدائرة الإدارية مسيسة فيعني أن الحزب الحاكم يتدخل في حياة الناس وفي توجهاتهم وفي مواقفهم وفي اختياراتهم حتى الانتخابية. تولى الاتحاد إرسال مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة الحالي ينبهه إلى ضرورة مراجعة التعيينات التي تمت على خلفية الولاء السياسي والانتماء الحزبي، وضرورة تكوين لجنة وطنية محايدة تكون كافة الحساسيات المهتمة بالشأن العام ممثلة فيها مجتمع مدني وقضاء إداري وحكومة ومشروع تأسيسي، قصد مراجعة هذه التعيينات وضبط المعايير شكونهم معنيين بالمراجعة وكيف تتم مراجعتهم وشتي الأولوية الزمنية حسب حساسية القطاع وحسب حساسية الموقع. واحد اثنين، تم توجيه مذكرة ثانية وافية كافية شافية ضافية إلى الرباعي الراعي للحوار بين فيها الاتحاد ما قالت إليه البلاد من جراء هذه التعيينات السياسية، وتراجع مردودية المرافق العمومية، وطالب بضرورة إدراج بند ضمن الحوار الوطني يقضي بإلزامية إحداث لجنة وطنية مستقلة تعنى بمراجعة التعيينات السياسية قصد النأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية وضمان حيادها في المحطات الانتقابية المقبلة.